خلاص سمره بقى روق فريد الشاه شو صار يعني هي مناقشة مصيبه انتهى الموضوع خلاص بس انت بني ادم لك بني اخلاق شو عم بيساوي هذا بهذا الضعف كله شو بعمل يعني انت الوحيدة اللي بثق فيها وبحس اني ممكن كون قدامك على طبيعتي وبدون تكلف قال شو قال هلا بدها تحاول انه تتغير بعد شو بعد خراب مالطة وضوحية على فكرة وشك كتير مغري للرسم والله ما عم بمزح عم بحكي جد كل خط فيه بصير لوحة حكاية عن تناقضات حياتك جبروتك ضعفك حبك حقدك تعبك راحتك كل تعبير بوشك بصير لوحة تعرفي يا بنت انت لازم تكوني شاعرة وأديبة وفنانة تشكيلية ليش؟ مو عاجبك فني؟ لا 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 بس انا ما قلت هيك بس كلامك دافع كتير وعميق كتير في معاني انسانية عالية جدا ومثل اللي عندي انا مفكري حالة ما هي زيادة من امتى ما قريت الرواية؟ من زمان من وقت ما هي بلشت تكتب تجوزيني يا بنت يا بنتي عم تضحك علي عم تاخذني على قد لك ابني مو حلوه نروح نخطب هلا هلا جماعه ملتهيني ابنه هو البلد يومين ثلاثه شباب يا بي اذا ما انا موافق عليها مو شايفها مناسبه مو حلوه هلا مين جاب سيره الحلاوه انا عم لها طول البلد يومين ثلاثه بس إيه شو ما حدا غيرك يعني شايف يا بي شايف ما قلت لك عم تاخذني على قد استغفر الله العظيم على النهار هلا استناني حتى خلص هالكم شغله بين ايدي منروح نخطبها ولك ابني قبل ما نخطبها في كلمتين ثلاثه بدي لك اياهم لسه بدنا نحكي لسه بدنا نحكي يا بكلمتين ثلاثه درغم درغم حول الشاب شاي روح سيرك كاسة شاي للمدام على السريع يلا امرك خليها على السريع تفضلي مدام هلا بتعيني على كيفك
عندي احلى بضاعه بالسوق. شكلي شكلي فودي. تفضلي تفضلي شوفي احلى بضاعه عندي بالسوق. شكلي نقي واختاري على فيكي اللي بيعجبك. شيريه بلاش بدون مصاري. ما بك شي ما بك شي. خدام الاوادم انا. ان شاء الله ما بيبلهنيش. وين الشاي؟ هلا ثواني بصير عندك. ليك ما احلاها. فعلا ليك ما احلاها. هذا اللي كان ناقصني اصلا انا، وحده تافهه مثل منى تقعد تلعب فينا. لا ما عم تلعب فينا. لا بشرفي ما حزرت. لا بشرفي ما حزرت. خلص يا زلمه طول بالك. يعني شو بدنا فيها؟ انا اصلا ما عاد بدي اياها. ليش الشغله على كيفك وكيفها ولا؟ ها؟ على كيفك وكيفها؟ طول بالك، طول بالك. تفضل انت. يا حلوه شو ليش مو عامله غير كاستين؟ لا هدول مشان انا عندي دراسه. يلا روح درس. ابي عندك دراسه لين. اي ندى شوفي. ايه يلا جاي 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 جاي. لك العمى بعيونك ما بتفهمي انت وليه؟ العي شو يا سمرت؟ خلنا بشغل متى انت واختك. غيداء الله يخليك، بس يكون هذا الكلب عندي تاني مرة لا تخلي يشوف وشك. ايه بالليل. ولك ليش ما خبرتيني هلا؟ والله يا استاذ حكيتك كذا مره بس انت ما عم ترد على موبايلك. ماشي بسيطه يا زفر. كان بعت لي خبر اعطيه رقم وتاريخ بالديوان. شو؟ بس انا ما قبلت والله العظيم ما قبلت. حتى كان عارض علي 5 مليون ليره. صاير عم يدفع زهير بيك. سمحت له يدوس راسي يدوس كرامتي. لم تدل مثل الحب على طبق من ذهب. كله كرمال الوظيفة اللي وعدني فيها. آخر شيء جاي بدأ يمسح فيني الأرض أنا وعائلتي. أنا تبادلت مقادير. أنا خلص انتهيت. شو رأيك نشوف هذا صاحبنا؟ هذا التاجر اللي إجا عنا هذيك اليوم. هذا بشو بيخدمنا؟ ما بعرف بس يعني نشوفه هون نخسر شيء. طب انت شو عم تفكر؟ خلص ترك الموضوع علي وبوعدك انه هالمرة ما يصير جنس الغلط. شو؟ شو؟ تصرف خلص. لحظة.
بك يا غيداء؟ وجعتيني. ايش بعمل لك اذا حواجبك مثل السيفئه؟ اسكتي انتي تتربي. لحظه ما في شعر. هذا ايه شو صار هالاهتمام المفاجئ؟ لتكوني عشقاني ولا ليش مبين علي؟ هلا بين عليك. قولي لي مين؟ احكي لي. الجو بلش يدفى معه؟ مضبوط عم يدفى. يمكن الجو يسخن أكثر من هيك بكثير. اي والله أنا هيك شايف كمان. والله يا ريت تقصر الشر وتمشي. لا هي مأمون. هذا الأستاذ سامر شخصية معروفة بالبلد. واجب علينا احترامه. حتى لو كان قليل التربية. حتى لو كان قليل الأدب وتافه. على الأقل كرمال أبوه. والله يا سيد مأمون صار معلمك زهير بيعرف يلعب بالألفاظ منيح. بتعرف ذكرني بشخصية كرتونية اسمها أبو الحروف. قلت لك أصور الشر ويمشي أحسن لك. لا لا يا مأمون، قلت لك هذا الأستاذ سامر ما بصير واحد يتعامل معه هيك. شو بدي اعمل لك؟ اذا لسان جيب وقفتك يا حيوان. انا حيوان؟ بس بدك عم يضربني. بدك عم يضربني. بدك عم تضربني. بدك عم كتير مميز وبيتميز بحنيته الزايدة ومشاعره الجياشة، لكن مع ذلك في عنده تقلب بهالمشاعر ما بين الحب الشديد والكره المطلق. مشان هيك أنا عندي إله توصية كتير قوية وخاصة بهالفترة، لأنه كوكب زحل كتير كتير قريب من مدار الجدي، فمشان هيك بتأثروا كتير وبتتقلب مشاعرهم. بوصيهم بالصبر ولا بأس من ممارسة بعض تمارين اليوغا. لحظة عنا اتصال. ألو ألو نجات أونلاين؟ إيه والله. يبدو راح. ليش لا؟ طب مو مشكلة، نحنا على نتورك موجودين دائماً www.najatscope.com. نرجع لمواليد برج الثور لنشوف الإنترنت شو راح يقلنا اليوم عن برج الثور. مأمون بسمتك فهماشي من هاللوحات؟ ما بيهمون بيهمون ندفع ونشتريه بس. سلامات. ما شاء الله الشباب كله هون والله حكي. ايه طبعا.
يا رجل مرافقته أكثر من زوار المعرض. معرض أكيد جاي. أكيد. أهلا وسهلا، نورت المعرض. الله يبارك فيك. تعرف لو ما أجيب عن جد عن جد كنت لغيت الافتتاح ويمكن لغيت المعرض كله. أنا حاولت إني ما أجيب، حاول جهدي بس ما قدرت. وهذا الشيء بيبسطني، يا ريت اقدر بالمستقبل اجبرك على اشياء كثيره انت مالك مقتنع فيها. يا ريت تعطي من وقتك شوي لضيوفك. انا ما عندي ضيوف غيرك، بس اذا انت شايف في ضيوف خلص مثل ما بدك. يلا دقيقتين برجع لك. يعطيك العافيه مدام. خليك هون ولا تروح، رايح مشوار صغير وراجع. خير معلم؟ حزة بدن صغيرة وراجع. لا خطي معلم، هناك شايف وشه مورد. صغيرة بس هيك على الريحة. مساء الخير معلم. أهلا سيد زهير. لو بعرف عندك هيك اهتمامات كنت من زمان صرت فنان تشكيلي. كل واحد فنان على طريقته. أكيد أكيد. شو معلم؟ لسه لهلأ مانعين الاستثناءات؟ هي والله، بس كأني سمعت إنه بين كل فترة وفترة تعطوا استثناءات. مستحيل. هذا استثناء أشوف. منين جبته؟ شو منين جبته؟ وحياتك الغالية كلفني 5 مليون. اسمع، قول منين جبته احسن لك. اسال المحروس ابنك. وبصراحه معلم وارجوك ما تواخذني، اذا ما تنفذ هذا الاستثناء انا مضطر ادمل الرقابه والتفتيش. خليك لسانا من تحت الارض. امرك معلم. معلم غسان، غسان قوم منيح. غسان شو هذا؟ سامر رفيقك الأزهر عند غدير. شو جابه هلا بعد ما صليت؟ قوم الله يرضى عليك، قوم شوف شو القصة. ما بدك يعني بحل لك المشكلة، أنا بحل لك المشكلة. هات نشوف شلون بدك تحل لنا المشكلة. أنا عندي خطة بتطلعك من الموضوع، بتملصك ملص مثل الشعرة بالعجل. إيه والمطلوب. صباح الخير. المطلوب إنه توظف غسان. أسهل من شربة المي غيره. وبيت تلفزيون. لك خلصنا غدير. أنت ما لك مقدر خطورة الموقف بالنسبة لي. بالتلفزيون. بالتلفزيون ماشي، غيره. بدي 1,000,000 ليرة بكرة الصبح بده يكونوا بين ايدي. ماشي لعيونك، بكرة الصبح بيكون عندك 1,000,000 ليرة غيره. خلاص، وانا رح احملك للقصة. شلون يعني راح تحملها كلها القصة؟ لسه ما بين مو هيك؟ لا والله يا معلم. لسه قافل موبايله؟ ايه معلم.
بس بتكرم علي تسمح لي بكلمة؟ تفضل ابني بدلوك يا سليمان، مساحة صارت مشرعة على الكل. استغفر الله يا معلم، أنا بفديك بدمي وأنت بتعرف هالشي. خيرك يا معلم، مغرقنا. احكي سليمان شو بدك تقول. معلم أنا مستعد أحمل الشغلة كلياتها. ايه والله يا معلم، ايه والله. قرب لهون، تعال تعال شو. عود. استغفر الله معلم. عملك عود؟ هات شوف معلم، نحن منخبر الشرطة انه الختم انسرق من المكتب، وبنخلع الدرج وبنخلي اوراق تانية وثائق مهمة تضيع معه. كمل سليمان وخلي الشرطة تحقق الموضوع لتوصل للي سرقه يلي هو انت. نعم معلم. معلم ديبك انا معلم. اذا زبطت معنا يا سليمان ليش لا. سديتي بوزك اخيرا. ولك العمى بقلبك، العمى حنفيه خربان جدتها وليه لسه دودو تنمقت تتزوج، انا بحاسبها بعدين. فالله يبيني من خبر بابا عن الاختام. ليش تري؟ قولي على حظي، قولي على حظي ان شاء الله، قولي على حظي، قولي على حظي، قولي على حظي ان شاء الله. لك اسكتي شوي. خلصت سكتت خلصت، يبلي لساني بالقطع ان شاء الله. هو ولك مالي فاضي اتحمل جد بنتك. ها سدي لها البرجوق. غدير تعرفي لها الشاب؟ لا. ولك اكدي فيه منيح، اكدي فيه منيح. والله العظيم هي اول مره بعمري بشوفه، والله العظيم. غدير بتفهمها كل شيء بالتفصيل الممل، ترجع بتسمعها لانه مخها سميك ما بتستوعب. انا واصل مع غسان على التلفزيون، بدي ارجع لها حافظه بصم. Thank you.
شو قلت غسان؟ شو؟ شو قلت؟ بتحكي بتفوت على التلفزيون ما بتعود بتطلع منه أبدا، وظيفة ثابتة ومحترمة، بضلك عم تبكي رح بتضلك هيك طول العمر، ما حتنشف دمعتك وانت حر بالنهاية. شو قلت؟ شو بدك يعني احكي؟ احكي كل شي عندك كرون ها؟ بدي اياك تحكي كل شي من طقطة للسلام عليكم. يا سامر بوس ايدك، سوي اللي بدك اياه بس بوس ايدك. الوظيفة يا سامر الله يوفقك، بوس ايدك. خلاص ولا يهمك، الوظيفة جاهزة، بس انا بدي اياك تحكي. وعد وعد، بس في شرط صغير. حط الشرط اللي بدك اياه. بدك تعيش مستريح، شو ما شفت بتقولي منيح. بدك تعيش مستريح، شو ما شفت بتقولي منيح. شو رايك؟ ايش يا سامر، انا ايمتى رفضت لك طلب؟ ولك ليش انت مين بيطلب منك يا جردون؟ ها؟ معك حق، كل شي منيح لك ما بدك يا سامر. هلا صار فينا فوت على التلفزيون. لازم انزل هون، ما حدا يشوفونا مع بعض بالحارة. مرحبا، هل بدك تريد معنا؟ خلي عبود. لا ما حلي، قلت لك خلي تضييق أو تقصير. ما عندي مشكلة بضيق لك ياها، بقصر لك ياها، وإذا حبيت هي تجيبها كمان باخد لك العلامة عليها، ما عندي مشكلة. يسلم بالإيدين، ما في مشكلة. شكرا. شكرا، كلك زين. أهلا وسهلا، شرفت. حبيبتي شو تجيب لي يا رب؟ مبروك، الله يبارك عمرك. خلي ما رح تشحن لك تياب على كيفك. مصيبي.
اخيرا الضحكه ما احلاها. اياد شو عم تسوي؟ بابا يسر يا شباب. عفوا استاذ سامر، بس في مجال تتركنا شوي انا والانسه لما بدنا نحكي كلمتين على انفراد؟ خلص بعدين بشوفكم شباب. اوكي. عملي جهدك مدام سوسن، تأمني لي شي من أتره حتى لو كان شعرة من راسه، وتركي الباقي علي. خلص من عيوني، بس إن شاء الله يا رب يمشي الحال. ولو مدام سوسن، هذا شغلي طمني. يلا باي. لا تنسي تتفرج اليوم على البرنامج، لأني راح أحكي شغلات كتير مفيدة وبتهمك. لا أكيد حشوفه، بس هي شو بدي أعمل فيها؟ ولو مدام سوسن شو حكينا؟ ماشي خلاص فهمت. كان بدي قلك، في واحد درويش هيك على باب الله منعرفه، بده يعمر بيت له ولولاده يتقاوى فيه، يعني بحاجة شي 50 طن شمينته. ما بعرف، بركي بتحكي مع الدكتور بيتأمنوا معه وبنوبك ثواب من عند ربنا. ايه تكرم عيونك، انا اليوم بحكي مع الدكتور. خلص وبخبرك. تسلمي لي ان شاء الله. طيب بشوفك بكرة، باي. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامة. وهذا وين بدي اروح فيه؟ خالد تعال هيك اكثر. مين هاي؟ ست نجاة. مين ست نجاة؟ هي تطلع بالتلفزيون كل يوم تبع الابراج والحظ. يروح وصلها. روح. انا زعلان دكتور. ناقصك جنان لاني يعني كل هالوقت كنتوا عم تضحكوا علي مشان تحرقوا قلبي؟ كنا مضطرين يا أمي. غدير متورط هو ورفقاته هذا عبودي وأبو الفوز، ما لقينا ولا حل قدامنا إلا أنه نلعب هاللعبة. شو رأيكم بالبدلة؟ وانتي ست الحسن منين جبتي هالبدله؟ شو من وين جايبتها؟ جابوا لي اياها اهل البنت اللي شقت لي بدلتي، بعدين وين المشكله؟ لك والله والله لولا خوفي من الله لاضرب حالي بسكين واخلص منكم ومن مشاكلكم. خلاص كبرتوا، صار كل واحد يغلط على كيفه. لك
الله يموتني لارتاح لك. هدول بيكسبوا وهي بتشحد لي بدلة، والرابعة الله بيعلم شو مخبيت لي. والظاهر استغل فترة وجودي بمكتب المعلم ومد ايده على الجزدان، مد ايده على الدرج وسرق الاختام. شو كانوا عم يعملوا الاختام عندك؟ ليش ما كانوا بدرج مكتب المعلم؟ في نسختين، نسخة عندي ونسخة عند المعلم. شو رأيك غدير؟ والله يعني إذا ما تلبكت قدام التحقيق والشرطة ممتاز الوضع. لا ما بتتلبك، ندوش شاطرة هي، ما هيك ندوش؟ بس المعلم يعني شو بده يقول؟ شو بدك بالمعلم؟ اتركي علي. شو هاد؟ هدول عقد الشقة اللي قاعدة فيها، صارت باسمك بعشرة، بس توقعي بتصير باسمك رسمي. ورقة تانية كمان. لا تخاف غدير، جايك الدور. هي أخوك غسال كمان عم يطالع وراء الوظيفة. لك لا، هو ما له غنى. بعدين والله أنا مش عن الأولاد، مين بده يبقى عندهم؟ الرواية؟ ايه طبعا ماشي امورك، لحقي حالك. ها شو وينه سليمان؟ ماني شايفه. سليمان عم يدور على استاذ سامي. لا سمع طلعوا عليه لهلا؟ لا ما عندي. روحي قلت له شغله فينا. شلونك؟ انا ممتاز. اوف، وشو اللي مخليك ممتاز كل هالقد؟ وانت شو اللي زعجك من اني اكون مبسوط؟ عرتك ولا بدك تشتريها؟ شو قصدك؟ لك من يوم يومك بتحكي بالألغاز، طول عمرك بتلف وبتدور وبتعطي للكلام أكثر من معنى. وهلأ شو بدك؟ شلون شو بدي؟ أنا قاعدة ببيتي، إلا إذا كان عندك اعتراض. لا أبدا، بس لا تنسي إنه نحن مطلقين. طلق شو يا رجل؟ هي اسمها حردة، زعلة، انتكاسة خفيفة بعلاقتنا الزوجية. ها بعدين لسه بيحق لك طلقتين، هدول حقك. ايه ها، اهلا وسهلا. يا ريت تعجلي لك شوي من منغصات
حتى استفيد من حقي بالطلقتين الباقيين. حقي ولا مو حقي؟ اسف مدام مي زياده. ما كان ناقصني الا ابن خضره. العمى لك طلعت مسروقه والله يا حبيبي. قال ونفطر على سرعه. لا مو بس مسروقه وما لا بنت كمان. ولي على المغطس يلي كنا رح نغطس فيه يا حبيبي على الورطة. لك منيح لرب العالمين كشفها بالمصير بيناتنا شي رسمي. ناقصني مجانين انا. يعني حرام لو كنت قريب علي. ضروري اضطرنا هالمشوار لعندك هلا. عبودي